موسكو تنضم إلينا مراسلتنا أريج محمد. أريج أهلا بك، يعني لو تضعينا في صورة أبرز تطورات الميدانية لديك وأيضا الاتهامات الروسية لأوكرانيا بإعدام عسكريين روس بوحشية وما سيخلف ذلك. نعم مروج، في آخر التطورات الميدانية وفقا لما تتحدث به وزارة الدفاع الروسية من خلال بيانها اليوم، هو استهداف بأسلحة عالية الدقة كما تسميها عبر البر والبحر، أو استكمال استهداف القوات الروسية لمواقع ومرافق حيوية في أوكرانيا تتبع البنية التحتية العسكرية لهذا البلد، تتبع مراكز القيادة وتنظيم سير هذه القيادة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، حيث تقاتل القوات الأوكرانية الروسية في مناطق تتمحور حاليا جنوب وشرقي البلاد، في مقاطعة دانييتسك، في مقاطعة لوغانسك، في مقاطعة زاباروجيا، وأيضا هناك تبادل لإطلاق النار المدفعية بين ضفتي مقاطعة خرسون، الجزء الذي انسحب منه الجيش الروسي وتموضع فيه الجيش الأوكراني حديثا، وأيضا الضفة المقابلة حيث مواقع القوات الروسية. أيضا في ذات البيان طبعا يخص ذكر ورش صيانة وتطوير بعض مكونات الصواريخ التي تستخدمها القوات الأوكرانية في قصف ما تسميه روسيا بالمناطق السكنية قرب تلك الجبهات التي كنت قد تحدثت عنها منذ قليل، بالإضافة طبعا إلى تمحور العمليات القتالية على ذات المحاور التي تحدثنا عنها في الفترة السابقة، هي باخموت بالنسبة لدانييتسك وهي كوبيانسك بالنسبة لمقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى مشارف مقاطعة لوغانسك، حيث تحاول القوات الأوكرانية الاستيلاء على مواقع القوات الروسية فيها. فيما يتعلق باتهامات وزارة الدفاع الروسية للأوكرانيين أو القوات الأوكرانية بالمعاملة الوحشية لجنودها الأسرى، بالفعل كان هناك بيان في هذا الخصوص، تحدثت وزارة الدفاع الروسية بأنها ستدين هؤلاء الجنود، ما أن تلقي القبض عليهم سيمثلون كما تقول أمام المحاكم، ستكون مسؤوليتهم أمام التاريخ أيضا، ولكن هي طبعا لا تقصر المسؤولية أو لا تقصر المسؤولية على هؤلاء فقط، وإنما أيضا على الجهات الغربية كما تسميها التي ترعاهم وتقف وراء النظام الأوكراني كما تسميه بقيادة فلاديمير زيلينسكي، الذي أيضا ربما تنتظر من الدول الغربية طبعا الرجوع إلى مثل هذه الممارسات الوحشية كما تسميها وإدانتها بصريح العبارة، وفي مقابل ذلك تذكر بأنها لا تعامل الأسرى الأوكرانيين بذات المعاملة. شكرا جزيلا لمراسلتنا من موسكو أريج محمد.